تقوس الساقين عند الأطفال، روح وفحج ركبتين. روح وفحج ركبتين هما حالتان مختلفتان تماماً، تحدثان بسبب وضع غير صحيح للساقين. فحج الركبتين هي الحالة التي تنحني فيها الركبتان للداخل أثناء الوقوف. الكاحلان والقدمان تبقى بعيدة عن بعضها عندما يقف الطفل وركبتاه متلامستان. أما روح الركبتين فهي الحالة التي تنحني فيها الركبتان للخارج أثناء الوقوف. على عكس الفحج، ستبقى الركبتان متباعدتان عندما يقف الطفل وكاحليه وقدميه متلامسون. تشكل هاتين الحالتين مصدر قلق شائع للأهل، وتعود بالأساس للتطور والنمو الطبيعي للطفل. وعدد قليل جداً من الأطفال يحتاجون للعلاج، ومع ذلك، في بعض الأحيان يمكن أن تكون هذه الحالات ناجمة عن أمراض تحتاج للعلاج. من المهم فهم كيفية تغير ساقي الطفل أثناء نموه لفهم هاتين الحالتين. يعتبر روح الركبتين عند الأطفال دون سن الثانية جزءاً طبيعياً من النمو والتطور. قد تلاحظ أن الروح يزداد سوءاً بحلول 18 شهر، ثم سيتحسن ببطء. عندما يصل الطفل لعمر السنتين تقريباً فإن ساقيه تستقيمان عادةً. بدءاً من عمر السنتين، تنمو رجلي الطفل بوضعية الفحج. يصل فحج الركبتين إلى ذروته بعمر 3 سنوات تقريباً. أخيراً حوالي 6 إلى 7 سنوات من العمر، يتراجع الفحج تدريجياً وتستقر الرجلين بوضع طبيعي. كيف يتم العلاج؟ ما لم يكن هناك سبب أساسي أو كانت الحالة شديدة، فلا داعي للعلاج بشكل عام، فقط مراقبة وسوف تستقيم ركبتان مع نمو الطفل. متى يجب أن تشعر بالقلق تجاه ركبتي طفلك؟ متى تجب استشارة جراح العظام؟ إذا كان طفلك يعاني من أي مما يلي، فقد يكون لديه حالة جدية تستوجب استشارة الطبيب. روح الركبتين التي لم تتراجع أو التي تتطور بعد سن 3 سنوات. فحج الركبتين الذي يظهر قبل سن الثانية أو بعد سن 7. إذا كان طفلك يعرج عند المشي أو يشكو من ألم مرافق. إذا كان طفلك قصير بشكل غير عادي بالنسبة لسنه. إذا كانت الأعراض تظهر بجهة واحدة فقط. بعض الحالات التي تتطلب العلاج، بالإضافة إلى حالات التقوس الفيزيولوجي الشديد، فهناك حالات تتطلب علاج. مرض الكساح. مرض الكساح وهو اضطراب ناتج عن نقص فيتامين د أو الكالسيوم أو الفوسفات، يؤدي إلى تليون العظام وضعفها، وقد يتسبب في روح أو فحج ركبتين. عادة ما يتم تشخيص مرض الكساح من قبل طبيب الأطفال من خلال الفحوصات المخبرية والأشعة السينية. العلاج المحافظ غالبا ما يوصى به، وقد تكون هناك حاجة للجراحة حسب شدة التشوه. داء بلاون هو اضطراب ناتج عن خلل في صفيحة النمو في الجزء العلوي من قصبة الساق أو الزنبوب، يؤدي إلى روح الركبة. يعتمد علاجه على شدة التشوه عمر الطفل، وقد يشمل المراقبة أو الجراحة. فحج الركبة التالي لكسر أعلى الزنبوب أو ما يعرف بظاهرة كوزن. يتطور فحج الركبة بعد 5 إلى 15 شهراً من الإصابة، حيث لوحظت ذروة التشوه بعد 1 إلى 1.5 سنة بعد حدوث الكسر. العلاج هو المراقبة لمدة 1 إلى 2 سنة مع توقع التصحيح التلقائي في معظم الحالات، على الرغم من أن بعض الأطفال قد يحدث لديهم تشوه فحجي دائم. يحتفظ بالجراحة للتشوهات الفحجية الأكبر من 20 درجة عندما يكون الطفل بعمر قريب من النضج الهيكلي. أزيد صفيحة النمو بسبب رد أو إصابة جرثومية أو نقص تروية، وعلاجها جراحي.